بسم الله. ده موقع اسمه يو اي درو، ده يعتبر بديل على ادوب الستريتور، بديل مجاني واونلاين. دلوقتي اول ما بدخل بيديني بعض الاشكال الجاهزة، ممكن اختار اي شكل واغير فيه. تمام، بيقول لي ادخل بالحساب بتاعك، ادخل بحساب جوجل عادي. ممكن تبدأ صفحة جديدة خالص، نيو، وتبدأ تشتغل عليها. تمام، اقول له انا عايز اعدل مثلا هنا، اي كلمة انت عايز تكتبها. تمام، وتقدر تعدل وتكتب. كأنك شغال على البرنامج، ممكن حتى يكون عندك دروس تعليمية وعايز تطبق قبل ما تسطبه، مش شرط تسطب معاك، تقدر تشتغل على البرنامج دوت. ولما تخلص خالص تقدر تصيف الشغل بتاعك، اكسبورت. تمام، هتقول له انت عايز تصيفه بأنهي صيغة، اقول له اكسبورت، فهيبدأ يصدر لي الصورة زي ما احنا شايفين.